انت كي تعمل اصلاح في اي بلاد وفي مجتمع الاصلاح بطبيعه تقره في المستوى السياسي في المستوى بعد فما التنفيذ نتاعو. احنا شو قلنا؟ احنا قلنا يلزم الدوله تحط امكانياتها مش تحط الشباب في الحبس بعشرات ملايين دينار. امشي قاوم المروجين، قاومك الناسك اللي ماشيين مدرسه اعداديه قاعدين يوصلوا معناها في المخدرات راهو اتعس من الزطله ساعات يوصلوا برشا، يوصلوا في المعاهد في المخدرات، امشي للشبكات بكل نتاع المافيا اللي قاعده تجيب في الشيء هذا. قضيه احتضانهم انا هذه نحكي على المصاريف باش ما تمشيش السجن، ومن بعد يزمك الدوي وتعمل مراكز تأهيل وتعمل الصحة. في بالك ثلاثة مراكز الموجودة مسكرة في بالي وفي مركز الشفيق خدمنا عليه مع الدكتور زحاف وقاعدين نشوفوا كيفاش تعالج المشكل. ووزارة الصحة واعية أكثر، معناها واعية كي تعمل قانون أنت وتولي مسؤولية الدولة لأنها يلزمها تحتضنهم ويلزمها تداويهم ويلزمها مش تولي الدولة تعمل مراكز، وإلا الدولة تسهل للناس اللي يحبوا يعملوا مراكز وجمعيات يحبوا يعملوا مراكز باش تعطيهم الإمكانيات باش يعملوهم. هذا بكله باش نمشيو فيه.